بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اللاعب إبراهيم عبد الله العنزي، عمره 13 سنة، لاعب كرة قدم. دخلت لعبة كرة القدم بسبب أخوي، يعني كنت ألعب معاه قبل إلين حبيت اللعبة ويعني قررت إني أصير لاعب. مركزي في الفريق لاعب باك يمين، مهمتي إني ألعب بينيات وأبني الهجمات وأدافع وأساند مدافعين. تدريبنا يومي هو 3 أيام بالأسبوع، أحد ثلاثاء خميس. تدريبنا عبارة عن ساعة ونص، طبعاً نبدأ بتسخين وبعدها تشويت وبعدها نبدأ بالتقسيم. صراحة ما عندي تمرين صعب، كلهم نفس الشيء بالنسبة لي، وأسهل تمرين بالنسبة لي أني أشوف تشويت. أكثر الإصابات اللي تصيب اللاعبين هي رباط الصليبي والشد العوري والتمزق بالأربطة. شلون يقدر اللاعب انه يتفادى هذه الشغلات؟ انه لازم يسخن عدل بشكل زين، وان شاء الله ما الله يبعد عن اصابات ان شاء الله جميع. انجازات فريقنا اننا يعني نشارك بطولات واجد ونفوز اكثرها ونباري الانديه ونحاول ندور اي مباريات، يعني بالاسبوع نحاول ندور مباريات عشان نلعبها عشان نتعود على أجواء المباريات واللعب. الفرق بين تدريب المعسكر وتدريب النادي أن تدريب النادي 3 أيام بالأسبوع وساعة ونص، ويعني تدريب تسخين وتدريبات يعني سهلة. أما تدريب المعسكرات عبارة عن نظام غذائي تختلط مع لاعبين، يعني لاعبين تكتسب منهم خبرات وتطور موهبتك. المدربين اللي طوروني ووصلوني المستوى اللي أنا فيه حالياً هم كابتن نايف وكابتن عمرو، الله يجزاهم خير وما قصروا معانا. اللاعب اللي أتفاهم وياه اللاعب محمد خبر، يعني يعطيني بينيات ويفهمني باللعب طريقة اللعب ويلعب لي باصات بشكل اللي أنا أرتاح فيه، يعني أحبه. قبل أي مباراة كابتن يعطينا خطة لازم نلتزم عليها وتسخين خاص، ويعني قبل المباراة أيضا بيوم يومين يقول لنا ناموا عدل، انتبهوا على أكلكم، حاولوا تجون المباراة وأنتم مركزين فيكم نشاط. طموحي باللعبة إني يعني أحترف كرة القدم بالدوري الكويتي وألعب المنتخب الكويتي. اللي استفدته بالكورة إنه زاد مستوى التركيز عندي، وأيضاً صحتي صارت زينة الحمد لله وثبت الكورة، وأيضاً يعني كلياقة بدنية رفعت المستوى عندي. طبعاً أي مباراة أتابعها أحاول إني أركز على اللاعبين اللي هم بنفس مركزي وأشوفهم شلون يتحركون، شلون يلعبون باصات، تكنيك مالهم، أحاول إني أتعلم من هذه المباريات اللي أتابعها. والله صراحةً التوتر يعني كل لاعب كرة قدم يعاني منه صراحة. أنا بالنسبة لي قبل كنت أعاني منه، لكن حاليا الحمد لله ما صرت أعاني منه، صرت أدخل المباراة وأنا واثق من نفسي واثق من فريقي إن هن نقدر نفوز. والتوتر بالنسبة لي شيء يعني مو زين، ويمكن يحطم كثير من لاعبين كرة قدم اللي عندهم موهبة. نقطة ضعفي هي شو اسمه، كانت تشويت، ما كنت أعرف تكنيك خاص فيني، كنت أشوت فينجر قبل ما كنت أعرف شلون أشوت، لكن بفضل كابتن نايف وبفضل أيضاً كابتن عمرو قدرت أن أحسن الشوت عندي وصارت شوتي حلوة، وأقدر أني ألعب عرضيات وباصات حلوة وأنيقة. الرياضة اللي أحب أمارسها غير كرة القدم هي رياضة السباحة، هي تعدل من مستوى اللياقة عندي وأقدر أني يعني ألعب كرة قدم بشكل يعني أريح، يعني أرتاح أكثر من أكون يعني أتسبح. تعدل مستوى اللياقة عندي وأقدر إني أركض على راحتي ما أتعب بسرعة. قدوتي محلياً هو اللاعب جاسم يعقوب، أسطورة المنتخب الكويتي، وأيضاً قدوتي خارج الكويت هي لاعب مانشستر سيتي كايل وولكر. الدراسة يعني أنا الحمد لله أوازن بين الدراسة واللعب كرة قدم. إذا كان عندي مثلاً امتحان أو عندي دراسة لازم أخلصها، عندي واجبات أحاول أخلصها قبل التمرين، وإذا ما قدرت أخلصها
ومثلا كان عندي امتحان مهم اكلم الكابتن واقول ان انا عندي امتحان وكذا وفاهم الموضوع وهو يفهم يعني متفاهم معانا بهالمواضيع. اللاعب الناجح لازم تكون عنده عقلية لاعب كرة قدم اللي هي هو يبي يوصل حق حلمه ولازم يوازن بين دراسته ولعب كرة قدم وايضا انه يوازن بين الاكل وما يخربط ويلتزم التدريبات ويحاول يوصل حق هدفه. اللي يشجعني هم امي وابوي الله يحفظهم وايضا انا بعض المرات اشجع نفسي والحمد لله. انا كلاعب احتاج يعني تدريبات زياده عشان اطور مستواي عشان اقدر اني اوصل حق حلمي. انصح اللي ما يلعب رياضه انه يبدا يلعب رياضه ويحسن من صحته ويحاول انه يمارس الرياضه بشكل يعني مو يومي يعني اسبوعي على الاقل يعني يتحرك لان الرياضه هي شيء حلو. اسمي سلمان خالد سلمان الشمري، لعبتي كرة القدم وعمري 8 سنين، مركزي خط الوسط، ألعب الباصات للمهاجم والمهاجم يروح يقوم. المباراة اللي ما انساها قولت فيها ضد نادي الكويت، الكابتن اللي طورني وطور مستواي كابتن ابراهيم. اكثر الاصابات رباط الصليبي وعشان اللاعب ما يجي الاصابات يسوي حماء. طموحي ان اصير لاعب عالمي مثل مارادونا. اللي استفدته من كره القدم اللياقه والصحه. قدوتي داخل الكويت بدر مطوع وقدوتي برا ميتروفيتش. الفريق المفضل للخليج الهلال، اما برا ريال مدريد. عندي اصابه برجلي فما تخلي اشوط قوي، بعدين طورتها وصرت اشوط قوي. أرتب بين الدراسة والنادي، النادي له وقت والدراسة له وقت. اللي يشجعني بكرة القدم أبوي. أنصحكم تلعبون الرياضة لأن مفيدة للجسم والعقل.